القلب أمير البدن وملك الأعضاء، بصلاحه تنصلح الجوارح ويستقيم البناء، وهو محل نظر الله تعالى مع الأعمال، وبه السلامة يوم القيامة من الأهوال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد البابلي ودرس جديد من دروس دورة الموشن جرافيك. أحد أصدقائنا بعت لنا المقطع ده وطلب أن احنا نشرح له ازاي تم تصميم المقطع ده على الافتر افكت، طبعا بالتفصيل، بحيث ان احنا نعمل مقاطع موشن جرافيك بالاحترافية دي. قبل اي حاجة انا بحب اوجه تحية كبيرة للشخص المصمم اللي عمل الفيديو ده، لانه مقطع فيديو احترافي، وان شاء الله بنستأذنه ان احنا نشرحه في الحلقة بتاعت النهاردة من الالف الى الياء. خليكم معنا لهذا الفيديو وتابعونا. كيف يبلغه العباد والتقوى منبع الفضائل والتفكر العبادة المنسية والروضة الندية والورع ملاك الدين وميزة المتقين والإخلاص أساس العمل وشرط القبول. مجموعة كتيبات أعمال القلوب يمكنك تحميلها من موقع الشيخ محمد صالح المنجد. زي ما شفنا في بداية الفيديو ان هو بيبتدي بخلفية فيها قلوب بالشكل اللي انت شايفينه ده، وتبدأ القلوب دي ان هي تتحرك يمين وشمال بشكل شفاف زي ما انت شايفين كده. طبعا احنا مش بنجيب شيبس ونقعد نحركها او نديها بوزيشن طول توقيت الفيديو، لان ده هيبقى الموضوع صعب جدا. في فلتر ناس كتير بتستخدمه اسمه بارتيكولر، واحنا هنستخدمه كتير في الدروس الاحترافية اللي جاية ان شاء الله. تقدر ان انت تنزله من موقع ريد جاينت، موجود بشكل كامل النسخة 4.1. طبعا هو مش مجاني للأسف زي السكريبتات اللي احنا نشرناها الحلقة اللي فاتت، لكن هو مدفوع. بس ممكن انت تقدر تنزله بشكل ترايل او تجريبي، طبعا مش هيكون فيه كل خصائص المدفوع، وتبدأ ان انت تستخدمه على طول. بعد ما بتنزل الفلتر هيكون عندك معاك بالشكل ده، بتثبته على طول من هنا، مش بتنقل اي ملفات لمجلد الافتر افكت. بعد ما بتثبته بيطلب منك السيريال نمبر، طبعا السيريال نمبر بيجي لك على الايميل، تقدر ان انت تحطه جوه البرنامج، وبعد كده تقفل افتر افكت وتفتحه، او بيكون اصلا مقفول تفتحه بتلاقيه متثبت عندك مع الفلاتر، بتلاقيه هنا موجود معك. طبعا احنا استخدمنا قبل كده البارتيكل سيستمز او بارتيكل وورلد، لكن مش هيبقى بنفس الكفاءة، لان ده فلتر احترافي تقدر ان انت تعمل منه تصميمات جميلة جدا ومتنوعة. اول حاجة علشان نعمل خلفية زي اللي احنا شفناها دي، لازم تعمل سوليد. السوليد هي اللي بتحط عليها الفلتر بحيث ان هي تديك الاشكال دي. فطبعا لو انا حطيت اشكال قلوب هتبقى شفافة مع الخلفية السوداء، فاول حاجة ان انا بعملها لازم احط الاول خلفية بيضة او باللون اللي انا عايزه. انا احبش الابيض قوي، ممكن يبقى رمادي شوية، بضغط اوكي. تمام كده انا هعمل لوك للطبقة دي، خلاص مش هتحركها لان دي الخلفية بتاع الشغل بتاعي. بعد كده هعمل طبقة تانية احط عليها البارتيكل بتاعي او القلوب اللي انا عايز احطها. فانا بعمل سوليد جديدة او بعمل لدي دوبليكيت، مفيش اي مشكلة. واجي بعد كده احط عليها الفلتر اللي هو اللي انا نزلته اللي هو البارتيكولر. تمام المفروض ان هو هيدي لك شكل نجوم، لكن علشان طبعا الخلفية بيضة فهو مش ظاهر معاك. لو انا حركت شوية كده هتلاقي شكل نقط كده نجوم، هي دي الفلتر. تمام طيب ازاي احولها لقلوب؟ اول حاجة انا عندي هنا يعني نزلت صورة بي ان جي من على النت لصورة قلب زي ما انت شايفين. تقدر ان انت كمان تطلعها من الستريتور من الرموز او من الاموشنات، فانا او تقدر تنزلها برضو من على النت بالشكل ده. واجي اعمل لها بري كومبوزيشن او ادخلها جوه كومبوزيشن جديد. تمام
طبعا هي هتكون بحجم الكومبوزيشن. لو انا جيت بصيت هنا هلاقي ان هي 600 بكسل في 534، ايا كان الحجم اللي انت نزلته ودخلته جوه الكومبوزيشن، عشان يشتغل معاك لازم يكون حجمها 500 بكسل في 500 بكسل او اقل. فبالتالي لازم نروح على كومبوزيشن وبعدين كومبوزيشن سيتنجز وبعدين نصغر الحجم، حافظ على اللوك اسبيكت ريشيو علشان الطول يكون متناسب مع العرض معاك. فانا هنزل بالشكل ده لحد مثلا 499 او 497 واضغط اوكي، واجي كليك يمين ترانسفورم وبعدين فيت تو كومبوزيشن علشان القلب يكون على قد الكومبوزيشن بتاعه. تمام. طيب انا عملت دلوقتي القلب جوه كومبوزيشن وظهر عندي هنا اللي هو اسمه هارت، باخده احطه فوق السوليد الاولانيه اللي هي الخلفيه بتاعتي. تمام. علشان ابدله بالنجوم دي لازم يكون جوه صندوق الطبقات مش صندوق الملفات. بعد كده برجع للطبقة اللي انا حطيت عليها الفلتر واروح على الكنترولز بتاعتها علشان ابدل النجوم دي بالقلب. اول حاجة علشان ابدلها بروح على بارتيكل ماستر. هنا بيسألني على نوع البارتيكل بتاعي او النجوم بتاعتي اللي ظاهرة دي، فهنا هقول له انا مش عايزها اشكال، انا عايزها التكتشر او يعني شكل اشكال، يعني حاجة زي الخلفية كده. تمام. وهنا بيظهر لي مؤشر جديد او اوبشن جديد اللي هو تيكتشر، بيقول لي ممكن ان انت تختار لو انت عندك طبقة تقدر تبدلها بالاشكال دي، فانا اختار طبقة القلب. تمام. لاحظ هنا لو انا اخترت مثلا اي طبقة تانية مقاس مختلف، هنا بيقول لي لازم يكون ماكسيمم حد اقصى 500 بكسل. تمام. فانا هبدل واخليها تاني اللي هي الهارت لان انا مظبط المقاس بتاعه. تمام. هنا بيحمل علشان يحول لي النقط اللي ورا دي، لاحظوا ان هي بقت قلوب. تمام. فدلوقتي اقدر اخفي الخلفية بتاعتي مش محتاجها. ارجع دلوقتي احاول ان انا اكبر الحجم بتاع القلوب دي علشان تظهر معايا، فبلاقي هنا كلمة سايز 5 بخليها مثلا 50 بحيث ان الاشكال تظهر معايا. طبعا الافضل ان انا اخليها كوارتر علشان تكون اسرع. بعد كده تحس ان هي كلها فوق بعض، خليها مثلا الاحجام مش كلها زي بعض، اعمل شوية راندوم للحجم بحيث ان هو يبقى شوية كبار شوية صغيرين ما يبقاش كل واحد. هرجع هنا للإيميتر ماستر، اروح اخليها مثلا هنا البيهيفير خليها زي ما هي اللي هو المعايز بتاع الاشكال نفسه. مثلا التايب بدل ما هو بوينت ممكن تخليها بوكس بحيث ان هي تبقى اكبر مع الشاشة. تيجي مثلا هنا بوزيشن تقدر ان انت تغير فيه. تيجي مثلا لو انت عايز ان انت تكبر العرض بتاعها والطول بتاعها وتخليها متباعدة اكتر، تيجي على الاميتر سايز من هنا. هو هنا لينكد او يعني رابط الثلاث محاور ببعض، فاحنا ممكن نخليه individual او بشكل فردي يعني. تمام. وبعد كده نكبر العرض بالشكل اللي احنا عايزينه. تمام. بالشكل ده. وتكبر برضو الارتفاع بالشكل ده، وعلشان برضو ما يكونش تقيل معاك ممكن تخلي الامتداد الداخلي اللي هو المحور الثالث زد صفر، احنا مش محتاجينه قوي. تمام. تبدأ تظبطها على قد الكومبوزيشن اللي انت عامله. تقدر بقى ان انت تعمل اي حاجة زيادة، مثلا هنا الاكسترا ممكن ازودها مثلا شوية بحيث ان هو يديني اشكال اكتر. في التوقيت مثلا بتاع يعني بيطلع كل ثانية قد ايه، فانا هخليها اقل شوية، مثلا ممكن اخليها 10 بحيث ان هي تبقى اقل بالشكل ده. واجي برضو على البارتيكل نفسه، اخلي مدة حياة القلب الواحد بدل ما هي 3 ثواني مثلا خليها 10 ثواني بحيث ان هي تستمر معايا اكتر. تقدر مثلا ان انت تروح على opacity، عايز تقلل الاوبيسيتي شوية تخليه شفاف، او تعمل random opacity يعني ممكن مثلا ازود هنا شوية تخلي في وحدات منها شفافة ووحدات مش شفافة، وممكن برضو تروح على المؤشر ده تعملها randomize وتتحكم في قيمة العشوائية بتاعت الشفافية. مثلا لو انت عايزها تظهر وتختفي بسرعة
فبالتالي هيبقى شكلها مش كويس. يعني لاحظ معايا كده الظهور والاختفاء بسرعة ممكن تخليه أنعم شوية، فبتضغط على سموز. لاحظ هنا العشوائية هتبدأ تقل واحدة واحدة وتبدأ إن هي تديك أنعم شوية، فبالتالي حركة الظهور والاختفاء هتبقى أنعم معاك. تمام. لو عايز تقلل مثلا مستوى الحركة هنا شوية بتروح على فيزيكس، هنا بتروح على اير، ده اللي هو الهواء يعني او التحريك بتاعه، فبتخليها مثلا الفيد اكتر شوية بحيث ان هي تديك نعومة في الحركة، وفي نفس الوقت تروح على التربلانس هنا تخلي البوزيشن هنا في الافكت بوزيشن تخليه مثلا 100 بحيث ان هو يتحرك بنعومة اكتر. دلوقتي بقى عندنا الشكل ده، وبتكون دي طبعا الخلفية بتاعتك طول مدة الفيديو. تمام. طبعا زي ما انت عايز بتقدر ان انت تقلل الحركة، تقلل سرعة الحركة، تزود عدد القلوب، تقللها، تقلل شفافيتها، زي ما انت عايز، مفيش اي مشكلة. طبعا هنا في الفيديو الاصلي القلوب بالابيض ده بسيط جدا، انت ممكن تدخل جوه الكومبوزيشن بتاع القلب اللي انت عملته. طبعا هنا نعملها بالاحمر يعني مع الخلفية مش هتبقى ظريفة قوي، لكن هنا الخلفية تقريبا وردي والقلوب بالابيض، فممكن انت تغير لون القلب نفسه من الافكت اللي هو فيل اف اي دبل ال، وبعدين تحطها على القلب، على صورة القلب، بعد كده تختار اللون اللي انت عايزه بالشكل ده، يطلع معاك الخلفية كلها طبعا قلوب بيضة بس مش باينة علشان الخلفية لونها يعتبر أبيض أو رمادي شوية. فأنت برضو ممكن تغير لون الخلفية زي ما أنت عايز. لو أنت وقفت على طبقة السوليد وبعدين روحت على لاير وبعدين سوليد سيتينجز وبعدين اخترت أي لون زي ما أنت عايز، مفيش أي مشكلة، بقت عندك الخلفية بالشكل ده. تمام. بمناسبة الألوان برضو الأستاذ ميدو في جروب الموشن جرافيك بتاعنا على التليجرام كان اتكلم على موضوع الالوان وعمل مقطع موشن جرافيك متكامل بصراحه تحفه جدا عن موضوع الالوان. فانا بالنسبه لي هشرح لكم طريقه الالوان اللي انا بجيب منها الالوان. اول حاجه مقطع الموشن جرافيك علشان يبقى متناسق ومريح للعين لازم تكون الوانه كلها متناسقه. طيب مثلا انا واحد ما معرفش في الالوان، ما اعرفش ايه اللي يناسب اللون الاحمر. اول حاجة انت بتختار موضوعك، انت بتتكلم دلوقتي عن القلوب مثلا، يبقى ممكن تاخد درجات الاحمر او الوردي هتبقى الموضوع مناسب للالوان. بتتكلم مثلا عن موضوع فيه شمس وفيه شروق وفيه خضرة وفيه بحر، يبقى الوانك الازرق والاخضر والاصفر وهكذا. بتتكلم مثلا عن موضوع فيه شغل يبقى الاسود والازرق وزي كده. بتتكلم مثلا عن يعني على حسب الموضوع اللي انت بتتكلم فيه بتبدأ تحط الالوان. طيب انا مثلا قررت ان انا الموضوع بتاعي هيبقى درجات البنفسجي، ايه بقى اللي يناسب البنفسجي؟ انا عن نفسي بروح على موقع هعرفكم عليه، هنا اكتب في جوجل ادوبي كولر. شركة ادوبي مديك مجموعة كبيرة من الالوان تقدر ان انت تدخل وتجيب الالوان اللي بتناسب بعضها. ما تضغطش هنا، اضغط هنا على كولر، كولر ادوبي، ده الرابط القديم تقريبا لسه ما تجددش، ودلوقتي اتجدد بقى اسمه colorAdobe.com. الموقع العربي للأسف مش شغال، فأنت أول ما بتفتح ويطلع لك دي بتروح على كلمة Adobe Color، بيفتح لك هنا حاجة اسمها عجلة الألوان أو الكولر ويل. تمام. هتلاقي مجموعات من الألوان، ممكن مثلا هنا تاخد درجات دي، تاخد درجات دي، تاخد درجات دي، أي درجة اللي انت عايزها. مش بس كده، نفترض مثلا ان انت على المجموعة دي وانت قررت ان مشروعك هيبقى بدرجات الأحمر، لاحظ هنا ده اللي عليه سهم ده اللون اللي في النص، فبالتالي بتتحرك الدايرة اللي في النص على درجة الألوان مثلا نفترض اللي هي الأحمر، فبالتالي هيديك درجات الأحمر. ده لو هو فاقع، ممكن مثلا عايز تفتحها شوية فبالتالي تروح هنا وتديك درجات الأحمر اللي هو الفاتح شوية، أو يعني اللي يناسب مش شرط كله أحمر. لو مثلا عايز تحرك دايرة لوحدها أو تفتح الألوان أو تعمل كونتراست ما بين الألوان أكتر، تقدر ان انت توزع الالوان زي ما انت عايز او تقربها درجاتها زي ما انت عايز او تخليها افتح برضو زي ما انت عايز. تمام. لو بتشتغل مثلا RGB وعايز تحول ل CMYK ممكن برضو تحول نظام الالوان هنا وتبدأ ان انت تاخد المؤشر بتاع درجة اللون
وتبدأ ان انت تسحبه، فهيتغير معاك درجات الالوان برضو كلها اللي انت بتختارها. طيب في مشروعنا النهاردة مثلا انا عايز اللون الوردي بدرجاته بس اللي هي الالوان الفاتحة، فانا ممكن ابدأ ان انا احرك كده على اساس ان دي الالوان اللي هتناسب اللون الوردي. تمام، باجي اخد منها برينت سكرين ببساطة، او طبعا في طريقة ان انت تسيفها بس عشان ما ناخدش وقت اطول، هاخد منها برينت سكرين، او ممكن ان انت تعمل حفظ للكولرز بتاعتك هنا وتنزلها. دي السبيننج تول، بتفتح قائمة ستارت وتكتب هنا، لو انت عندك ويندوز عربي بتكتب اداة القطع، او لو عندك ويندوز انجليش بتكتب سنايبينج تول. تمام، بتفتح لك المقص ده، تقدر ان انت تقص اي لون زي ما انت عايز، وبعد كده اي صورة زي ما انت عايز، وبعد كده تعمل سيف للصورة بتاعتك. مثلا نفترض ان هي هتبقى على سطح المكتب، بعد كده تكتب الرقم او يعني اي اسم انت عايزه، وبعد كده تعمل سيف، واروح على مشروع الافتر افكت بتاعي، اجي على الملفات واستورد نفس الملف اللي انا حفظته. طبعا انا هنا حافظ اكتر من لون بحيث ان انا استعملهم في اي مشروع انا عايزه، اقدر ان انا اخد الدرجات اللي تناسب اللون بتاعي علشان ما يطلعش اي لون شاذ عن الطبيعي. بعد ما بتاخد الكالرز بتاعتك تقدر ان انت تحطها على المشروع بتاعك. مثلا نفترض ان انا دلوقتي هعمل دايرة او هعمل مثلث او كده او كده، ببدأ ان انا اختار من الالوان دي علشان تناسب الخلفية وتناسب الالوان بتاعتي، فبالتالي هتديك يعني تناسق في الالوان اكتر. دلوقتي مثلا الخلفية بتاعتي انا اخترت لون احمر، ممكن اختار بقى من الباليتة دي بحيث ان هي تديني تناسق اكتر. مثلا لو انت عايز الوان فاتحة، لو انت عايز اللون ده، لو انت عايز اللون ده، وهكذا. تمام، كلها هتبقى متناسقة مع بعضها. ده كان درس النهاردة، وان شاء الله هنبدأ بعد كده الدرس اللي جاي التحريك بتاع الدرس. التحريك كله بسيط ان شاء الله، وهيكون سهل، وان شاء الله يعني ربنا يسهل خلصه في درس واحد. انا مرضتش اطول الحلقة زي كل مرة 40 دقيقة و50 دقيقة، انا عارف ان انتوا بتملوا بسرعة، فخليها سريع سريع كده. النهاردة اتكلمنا على الفلتر بتاع بارتيكولر، ان شاء الله الدرس الجاي هنتكلم عن ازاي نحرك الحركات دي. ان شاء الله تكون سهل عليكم، ارجو ان انتوا تكونوا بدأتوا تحترفوا الموشن جرافيك، ويكون الدروس بتاعتنا مفيدة بالنسبة لكم. ادعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة لو عجبكم الفيديوهات، وشكرا لكم. كان معاكم محمد البابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.